اسمعوا انا خفاتي مع البوسوي تو صافي البوسوي احنا اليوم حاضرين في لي كوليس ولي بريباراسيون ديال الشو لو دوبل جو. غني كيفاش دازت الاجواء خويا؟ احنا من الاول ديال المباراه احنا غاديين مزيان. الله مشات لي الودن مع الاول الودن الاولى مشات. احنا افتقدنا الاجواء، كانت افتقدنا الودن نيميرو 2. دونك الحمد لله بخير وعلى خير. انا فرحان بزاف نكون في مدينه مراكش ونتلاقى مع الجمهور ديال مراكش، وغادي يكون حتى الجمهور ديال رباط بونس كازابلانكا والناس ديال فاس والمغرب كله ان شاء الله مجموع اليوم ان شاء الله باش ندوز واحد الليله غادي نضحكوا وغادي نكعكوا وغادي نشطوا. سمعت بانه انت عزيز عليك الجمهور المراكشي. لا انا عزيز عليا الجمهور بصفه عامه، ولكن الجمهور المراكشي خاصه لانه انا بديت هنا فين بدا هادشي، والمراكشيين هما الاولين شجعوني على الضحك وداك الشيء كله. ملي كتكون عندك لاكارت ديال الضحك ديال مراكش جو بونس الحمد لله زعما راه سيت اون ريفيرونس في محله جو بونس الحمد لله زعما جو سوي تري فيير دو هاد القضيه هادي. غدا كاين الماتش ديال المنتخب معلوم مفرج هنا في مراكش. مفرج ان شاء الله. شنو تيبان لك شنو هو الانطباع ديالك للماتش؟ لا ان شاء الله يعني مربوحه ان شاء الله باذن الله. لا المغرب مشرفنا ومهز الرايه ديالنا. وشوف نقول واحد القضيه، شتي فاش كيفرجونا وتيكونوا لاعبين الكره والله العظيم بيرسونيلمون ما تيهمنيش فريمون لو سكور. المهم انهم غادي يلعبوا مزيان، يلعبوا مزيان هذا هو المهم. الجمهور ديال مراكش اللي غادي يجي في الليل اشنو تقول له؟ غادي نقول له ديما كوكاب ديما كوكاب. لا الجمهور اليوم غادي يجي مزيان مراكش، ما غادي نقول له يعني غادي نعاود له بزاف ديال الحوايج بواحد الطريقه يعني تري سبيسيال. خصهم يجيو؟ لا ان شاء الله خصهم يجيو خصهم يحضروا باش يشوفوا هذه الطريقه سبيسيال. شوف انا نقول لك الغيب حجتو معاه ولكن خاص يجيو زعما كاين علاش. شكرا لك غير الله يحفظك. ميرسي.